اسمي سناء سر الختم من النوبة. رئيسة جمعية الأولى برعاية، رئيسة التحاد النووي للإنتاج وأحياء التراث. الحمد لله بقالي سنتين كونت من كل محافظة بعد ما كنت بحضر بعد ثورة 25 المؤتمرات الغير فعالة للمرأة عشان أقدر أعمل كل الفكر وإن أنا أبرز كنوبة. قدرت أجيب تاريخي ده يعني الحاجات دي مهمة في كل مكان، الأدب، تاريخنا إيه، المرأة عندنا عملت إيه، كانت ست قوية جداً، كانت حاكمة مصر، الحاجات دي الناس كلها مش عارفاها. أولاً الإعلام ما بيقومش بدور إحياء التاريخ التراثي عن كل منطقة. لما تعملي إعلام؟ نعم. اعملي إعلامك، اعملي قناتك، اعملي شبكة قنوات. كل ده عايز إيه؟ إيه؟ كل ده عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز شغل؟ لا شغل موجود. عايز بوز بشري، عايز بوز. ناس تقدر إن إحنا نبرز ده اللي أنا قلته، إن لازم يبقى فيه تبادل ثقافات بين المحافظات. الاتحاد بيتشكل من جمعيات؟ من سيدات. كلها سيدات جمعيات. ولا جمعيات؟ ما هي جمعيات ورؤسات الجمعيات، ما إحنا عاملين اتحاد. كويس، يعني عاملين اتحاد بين جمعيات. كام جمعية؟ عبارة عن 43 جمعية ولسه في استفسار. كلها نوبي؟ لا انا جايبة من سينا حضرتك يا بنتي. ايوه انا بسأل، انا ما بسأل، جاوبيني يعني. لا جاوبيني على راحتك. واخدين الجمعية الثقافية النوبية اللي هنا، وفي اصلا يعني بتاع اربع ست جمعيات. ايه اللي بيجمع بينهم؟ يعني انكم كلكم نساء مثلا؟ لا امال في شباب، يعني انا عندي انكم كلكم شباب. يعني شباب عاملين منتجات جميله جدا من جميع يعني متنوعه. ما بعمل معرض بيبقى متنوع، ما بيبقاش طيب.